زهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال بنا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي فرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي Thank you.
خير مشاهدينا، اقدر اقول من البداية يا حلو هالايام اللي احنا قاعدين نعيشها في هذا الشهر الفضيل، وتحديدا وخاصة اليوم نيلة مع دخول العشر الاواخر. صحيح. الله يبارك لنا في كل لحظة وفي كل ايامنا، واكيد نمسي كلنا عليكم بالخير على كل اللي قاعد يتابعونا الحين عبر برنامجنا وشاشتنا شاشة تلفزيون البحرين في برنامج السارية اللي ينتظركم كل يوم، وأنا انتظركم أكيد مع زميلتي العزيزة نيلة وأكيد أم هلال الغالية. مساك الله بالخير. أكيد الورد والسرور والهواء الحلو الجميل والأيام الطيبة هذه. أي والله الأيام الطيبة يا رب. مساكم ورد مشاهدينا، وربي تقبل من الجميع صيامة وقيامة متواصلين بإذن الله معاكم مع أسئلتنا التراثية في برنامج السارية المختلفة، وأكيد اللي يا رب تكون من نصيب المحظوظين الليلة. ما نعرف اليوم السارية من حظ من، يا رب تكون من حظ اللي يستاهل واللي الله كاتب لنا يحصلها يا رب. طبعا ولكن مشاهدينا أكيد، وقبل لا نبتدي معاكم الاتصالات حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو الاتصالات أكيد على دعمهم الكبير لهذا البرنامج طيلة هذا الشهر الفضيل وأيضا ثلاثة أيام العيد إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وما ننسى أيضا نشكر شركة عبد الوهاب يوسف الحواج وشركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا كل هالدعم لهالبرنامج. شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا أكيد السيارة لهالأسبوع الثالث، السيارة اللي إن شاء الله بنعلن عنها يوم الجمعة ومين الفائز اللي بيكون، سيارة اللي طبعا مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. أكيد من سعيد الحظ بنكتشف إن شاء الله يوم الجمعة. الحين طبعا مشاهدينا خلونا ننتقل للعريش ونشوف أم هلال الغالية إيش قاعدة تحضر مع نسوان الفريج حق غبقتنا الليلة، وراجعين يا هلا ويا مرحبا. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا. الله يمسيك بالخير يا هلا ويا مرحبا. الله يمسيكم بالخير، عساكم طيبين. ايه على القوه، عساكم على القوه. الله يقويك يا سلام. اشوف في حماس منك، واحدة هكي من البنيات قول لها تعين لها شيء اليوم. القبقة، القبقة اليوم إيه؟ متبوس بحوري ربيب. الله أكبر. والربيب محشي يا سلام. هذه إيه؟ حشي بطنه. نعم محشي بطنه. الله. ومنك هاي اللي تشوفينه خثوق ناشف. الله. إيه خثوق ناشف. ناشف ومروقة صبارة. بس هذا المبغي وهذا المطلوب. ايه المروق صبارة حبيبتي. ايش نقايل بالحيل، ايش نقايل بالحيل خثوق. ايه يا سلام. ايه يا سلام. ايه سلم. ايه يبي له بس ناس تعرف له. ايه علشان تاكله وتستطعم له. تستطعم هذه. ايه ورد الله يسلمك حلوة حمراء. ايه حلوة الزعفرون. الله يا سلام. هذه نحليبها تدسم الكبد. نعم تحليب نعم عقب ما تاكل هالربيب الطيب من مطعم الدعوس حبيبتي. مطعم الدعوس لو بصراحة نعم. مطعم الدعوس هالعافية اللي خفت منه بترجع لنا. بترجع. إيه ما في يود روحنا، ما في رجيم. لا ما في رجيم، ما يخلينا. ما يخلينا. إيه من حلاوته ما يخلينا. أنا أشهد إنه هو مطعم الدعوس على وصوله. على وصوله. سلام سلم عليه. أودعك أبوي السلام. يا ربي ما تقعدين تقهوين؟ شو أسوي؟ الله ينعم عليكم، قهوتكم مشروبة يا نظر عيني. الله يسلمك. ولادي حسن وبنتي نيلة. الله يسلمك يا حي الله من يوني. الله يحييك أكثر يا حبيبتي. يا رب تحضر حبيبتي. الله
طبعا اقول لكم يا نسوان الفريج، العريش هناك قعدتكم على عيني وراسي وقاعد توصل لنا احلى الاكلات من الداعوس، بس بعد بتقهون ام هلال لا محتاجينها، لان عقب شوي بنبتدي المسابقه اكيد مع متسابقين نيله. اكيد مو بس احنا محتاجينها، حتى المتصلين محتاجينها، محتاجين المساعدات، الكل معتمد عليها، والطريقه الحلوه في التعليم ايه بعد، واللحن ومن اللي يفر لنا الديره غيرها إيه هي هذا هو، ما نستغني عنها اكيد اكيد ما نستغني عنها. طبعا مشاهدينا للمشاركه في مسابقتنا او برنامج السريه المطلوب منكم الدخول على الموقع الالكتروني الظاهر في اسفل الشاشه، تسجلون في بياناتكم مثل الاسم الكامل ورقم الموبايل الرقم الشخصي، وبإذن الله بيتم اختياركم وبتكونون من المشاركين معنا. أكيد طبعاً وبنتصل في الكل عشان تتابعونا أيضاً على البث المباشر أكيد لبرنامجنا برنامج السارية وأسماء الفائزين في مسابقتنا اليوم. أكيد تقدرون تدخلون على موقع وحساب الأنستغرام للموروث الشعبي من خلال تطبيق الأنستغرام مثل ما ذكرت، تقدرون تدخلون على حسابهم وأيضاً تشوفون هذا البث المباشر إن شاء الله. أما الحين نشوف معاكم سؤال مسابقتنا لهالأسبوع وطريقة المشاركة حق سؤال السيارة، وبإذن الله راجعين. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. متواصلين معاكم في مسابقة السارية وبرنامج السارية. السؤال للسيارة يقول: شو اسم العين اللي شفتوها في الفيديو؟ عقب ما تعرفون اسم العين خلوني الحين أرحب بالأخضر اللي قاعد هني، مس الورد، مس العنبر، مس السكر على لابس القماش. يا سلام سلام، لا عاد الحين أنا غرت وبكمل. شكرا. يقول لك أم هلال أخضر في أخضر، قالوا ملبوس الحبيب أخضر. يا سلام يا سلام عليك، والله بصراحة بينغار مني. لا تستاهلين، من غير منك اصلا الكل يحبك ويستانس عليك. شكرا شكرا ما شاء الله على التعبيرات الحلوه. نستطيع ان نسال من اين هذا الجمال كله؟ هذه نعم فيصل الرئيس. نعم مازان اللي عليك فيصل الرئيس. اي يحكي اليوم عليك فيصل الرئيس واللي ملبسك اياه. ونيلة الغالية؟ أنا محمد صالح الزري. محمد صالح الزري، يا سلام عليكم، جميلات كالعادة عليك وأنيقات كالعادة، يعطيكم العافية. طبعا قبل أن نبتدي معاكم البرنامج رحبنا في الغاليات اليوم، تغزلنا في كل واحدة فيهم لأنه يستاهلون صراحة على الأشياء الجميلة اللي لابسين. وبناخذ أول مكالمة معاكم بتكون معانا لطيفة، مساك الله بالخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لطيفة شلونك؟ بخير الله يسلمكم. طمنيني عليك بالعشر الأواخر. والله بخير وطيبين وبصحة. يا رب إن شاء الله دوم. لطيفة من وين؟ شلونكم؟
الله يخليك. انا من الرفاع. والنعم فيك. نعم. والرفاع كلهم. الله يخليكم. شلون شفتي البرنامج الغاليه؟ وايد حلو. الحمد لله. صدر بعد. الله يسلمك ان شاء الله. جاهزه باذن الله لطيفه؟ ان شاء الله. نروح حق الورد ام هلال والديره معاها؟ ان شاء الله. يلا نروح نروح. يا هلا ويا مرحبا امي لطيفه. يا هلا الله يسلمك. ان شاء الله مستعده باذن الله. ان شاء الله. نشوف الديره وين بترسي. منورتنا. الله ينور عليك. افتر يا الديره. خلي نشوف الديره وين بترسي يا لطيفه. فلياه وين لطيفه ياه؟ يا شمال. يا سلام عليك المعلومات. سلام. انا الواحد اللي مركز ببرنامجنا متابعه متابعه فنانه تعجبيني. الله يتشرف يا لطيفه. الله يسلمكم. الله يسلمكم. سؤالك بيكون في الاسماك والكائنات البحريه تمام ان شاء الله. شوفي الغالي لطيفه الحين بنشوف صوره مع بعض من بعدها ان شاء الله برجع اسالك السؤال وركزي على الصوره لطيفه ان شاء الله. يلا شفتي هالصوره بتطلع لك الحين ان شاء الله. احد عاد اللي لف البحر واللي لف السمك على طول على طول بيعرف. شفتي الصوره؟ ايوه. اذا الحين سؤالي شنو اسم الصوره اللي كانت موجوده على الشاشه؟ السمكه شو اسمها؟ اعطيك خيارات؟ ايوه ابوي. يا سلام. الخيار الاول هل هو البياح او نيسره او مشواه او مشواه او مشوا مشوا. يا سلام ثبت مشوا ثبت. ايوه يا لطيفه 100 دينار مبروك عليك من شركه بتلكو. انا ابوي بس قاصرنك انت يا ابب على مشوا ثلاث مرات. مبروك تستاهلين ان شاء الله. ان شاء الله لطيفه. نعم مواصلين ان شاء الله اكيد ما فيها خساره. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بعد بنشوف صوره حق اسمك او بنشوف صوره تشوفيها وبعدين بسألك السؤال ان شاء الله. طلعت لك الصوره؟ ايوه. هذا الحيوان يستخدم القواقع كمسكن له، متواجد في المجتمع البحري بكثره، شو يسمونه هالحيوان؟ شو يسمونه؟ أعطيك خيارات؟ أيوة بوي. هل هو الحويت؟ هل هو الكوز؟ ولا هو الخبان؟ أعيدهم؟ أيوة. حويت؟ الخبان. خبانة ثبت؟ ثبت ثبت. قالت لك الغالي أم هلال ثبت. يا سلام. 300 دينار تستاهلينها يا لطيفة مقدمة من شركة بتلكو. لا شكلك يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. شكلك قاعد يروح الارتباك منك بس ما يندرى. بتكملين؟ والله بتكملين لطيفة؟ ساعدوني الله يخليكم. يعني على حسب السؤال عند أم هلال. والله عند أم هلال سهل. سهل السؤال أم هلال تحسين؟ يلا يلا يا رب. سهل ولا لا؟ شو اقول لك والله يا حبيبتي عيني السؤال لانه 20 ثانيه وبعدين ما في خيارات. ها وانت الاجابه شكلها ما عندك اليوم لان شفت متردده. اي متردده خايف انها تروح عليك ال 200 وتظلين على ال 100. يصير اطل في سؤالك؟ نعم يصير اطل في سؤالك. الله يفيد. اشوف اشوف سؤالك سهل. ام مهلال. لا يعني شوفي اذا انت مالك في البحر لا لا شو اسمه لا توصلين لا تجازفين. اذا مالك في البحر في البحر صعب شويه شويه. دم نيله طلت وياك طلت. انا ساكته ومسمهين لان يوم شفت السؤال شفت النهوه لطيفه. نصيحتي لك سلمي على 300. ايه وانتي ورايك الشور شور وراي النصيفه سالم. إيه سالم. اي لا هاي لطيفه. إيه. ها إيه لا بس خلاص خلاص عليك بالعافيه. إيه. 300 مبروك عليك. الله يستاهلين. مبروك عليك 300 دينار واكيد قسيمه مقدمه من مجموعه الحواج بقيمه 150 دينار. الف مبروك عليك لطيفه الغاليه. تستاهلين لطيفه. متواصلين معاكم مشاهدينا ناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير علي.
عليكم السلام مساء النور. يا مرحبا. هلا ومرحبا علي، شلونك؟ شخبارك؟ شلون رمضان وياك؟ بارك لي. الحمد لله بخير، بارك لكم بالشهر. الله يسلمك. لأمنا أم هلال ولملكنا وأبونا حامد. الله يسلمك. الله يحفظكم جميعا. سمو الشيخ ناصر على راسهم وسمو الشيخ خالد. الله يحفظهم إن شاء الله جميعا. علي أنت من وين؟ من البحرين؟ من الرفاع. من الرفاع والنعم فيك. اليوم كله رفاعية، لطيفة رفاعية وعلي رفاعي. صوبي صوبي كله صوبي. علي ما نستغني عنك أخوي حسن. حبيبي على راسي الغالي، أتشرف. علي إن شاء الله جاهز حق مسابقاتنا؟ جاهز إن شاء الله. معلوماتك إن شاء الله جاهزة بإذن الله. بإذن الله ساعدتكم بعد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. علي ما دام إنك جاهز يما يا علي، نشوف الديرة وين بترسيك. افترى يا الديرة. يلا نشوف الديرة يا نيلة وين تهقين. هل فيها سارية من البداية؟ يلا يا علي بيكون حظك حلو وما تدري. يا رب يا رب يا رب. في الياه. في الياه يا علي. وين الياه؟ في الشمال. شمال وانت الصح. أسئلتك إن شاء الله راح تكون عن آثار البحرين. حلو. أنا بسولف لك كذي شوية قبل أن أسأل السؤال، وبعدين إن شاء الله بسألك السؤال. يقول لك البحرين تعيش حضارة عمرها أكثر من 4000 سنة، وبطبيعة الحال يعني ما يمكننا يعني إحنا نختزل هالموضوع في بضعة أسطر، فأكيد يعني نطرح عليكم بعض نماذج من الأسئلة عشان شوية ننبش في الذاكرة وننعنشها مثل ما نقول. وأكيد مثل ما تعرفون توافدت علينا جماعات كثيرة مهتمة بالتراث، وبدأوا بالتنقيب لما اكتشفوا الأشياء اللي تخص يعني إحنا كنا نجهلها كبحرينيين، كنا نجهلها عن تاريخنا. فالحمد لله رب العالمين إن إحنا شفنا هالضوء أو رأينا هالضوء في الأفق، واهتم عدد من أبناء البحرين وبناتها أكيد بالآثار وتخصصوا فيه بالذات، وعاشوا مجالاته المختلفة أو خاضوا مجالاته المختلفة. والبحرين أكيد بحاجة إلى مثل هذه التخصصات اللي إن شاء الله تبحث في تاريخنا العريق وترسخ الهوية البحرينية. من هذه الشخصيات موضوعنا أو سؤالنا اليوم بيكون. حلو يا علي؟ إيه تفضلي. زاد فضلك. سؤالك يقول من هي أول امرأة بحرينية خاضت مجال الآثار والتنقيب فيه؟ أعطيك خيارات؟ يعطيني خيارات. هل هي الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، ولا السيدة هالة العمران، ولا السيدة عائشة المؤيد؟ من هي؟ خير ما تتبادى. هل هي الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، ولا أرد عيد؟ أي عيد عيد. هل هي الشيخة هيا بنت علي آل خليفة؟ واضحة. الشيخة هيا بنت علي آل خليفة. الشيخة ثبت. ثبت. فعلا الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، وتاريخ حافل مع الآثار، فهي تحمل ماجستير في علم الآثار، وحملت أيضا باحثة ميدانية في مجال الآثار، وأشرفت على تأسيس متحف البحرين الوطني ومتحف الغوص، كما أيضا هي أشرفت على ترميم الكثير من المواقع الأثرية، وتحمل وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد، الله يحفظه ويحفظها. نتابع معاكم هالفيديو عن الشيخة هيا الله يحفظها، وراجعين إن شاء الله. واتجهت المرأة بإحساسها العميق باحثة عن الفن في آثار الماضي، وشمرت عن ساعديها لتكشف عن كنوز في باطن الأرض تصل الحاضرة بالماضي وتزيد معرفتنا بحضارة الأجداد. خلال برنامج الساريه نوجه تحيه كبيره للشيخه هيا، واحنا فخورين بان هناك في امراه بحرينيه مثل الشيخه هيا موجوده في تاريخ البحرين. علي معانا ومواصلين ان شاء الله.
وياكم وياكم. سؤالك الغالي بعد بيكون عن الآثار، لكن هالمرة من عقب الفيديو بنشوف صورة وبسألك السؤال. خلينا نشوف الصورة مع بعض علي. يلا شوف، هما حين قدامك صورتين على الشاشة علي، ها؟ من ضمنهم طبعا ختم دلموني تبرز فيه القيثارة الدلمونية مثل ما انت تشوف، وأيضا صورة لراس الثور اللي تم اكتشافهم في الحفريات الأثرية اللي تمت في معبد باربار. ويعتقدون أن اللي يزين مقدمة القيثارة اللي كانت موجودة بشكل كبير في الحضارتين السومرية والدلمونية. الحين السؤال يقول يا علي، متى بدأت البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في مملكة البحرين؟ طبعا سؤال شوية تحسه صعب، صح؟ صعب، في خيارات. نعطيك خيارات على الأقل يمكن تخفف عليك. عندك الخيار الأولي، هل سنة 1950 أو 1952 أو 1953؟ علي واضح؟ واضح. عيد الخيارات معلش. الخيارات 1950، 1952 أو 1953. 1953. ثبت أمي، ثبت. ثبت لك يا علي، مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو، تستاهل كل خير الغالي. واضحة الإجابة علي كانت؟ واضحة. بس للأسف بالسؤال الثالث ما في يوضح عليك الموضوع. لا حبيبي، لا ما نستغني عن أم هلال، أمنا أم الجميع. الله يسلم عمرك، الله يرضى عليك. ولدها ما يهون عليها. اسلم على 300 دينار. إنه صعب. نصيحة لوجه الله. هذه نصيحة لوجه الله. والله الجواب ما عرفته. هني أنا أحلف الجواب ما عرفته، ولا من عيوني أخليك توصل الخمسمية، بس أسلم على الثلاثمية. إيه وانت برايك يعني؟ لا شعورك وديك الله. إيه والله يا علي، أسلم. تسلم تمي، أسلم لك الثلاثمية دينار بإذن الله. مقدمة من شركة بتلكو والحواج بعدك، والحواج 150 دينار. يا سلام، مجموعة أبوات. تستاهل كل خير حبيبي، يعني تستاهل كل خير أخوي. الله يسلمك. على راسي حبيبي، تسلم. تستاهل يا علي. مشاهدينا قبل ما نكمل معاكم الاتصالات، خلونا ناخذ طلة سريعة على العريش وراجعين بإذن الله. أنا أسمع في الكنترول أصوات جميلة على اللي يشاهدونه، وطالع ويهم مهلال وهي طالع الأكل الحلو اليوم، خذاق وحلوة بحرينية. عاد اليوم شيلولي من الحلوة، مالي شغل شو اسمه الداعوس
شيلوا لي يوم الحلوى، لا امانه اختي خاطرها في الحلوى اكيد أنا تتابع لك. لا لكم الكرامه انت بعد انا بعد لا حنونه من حناكم انا ونيله انا نيلة تبي حلوه اي طبعا حلوه لي ولها شلون ما تبي حلوه تحطون ما في قصر معنا والله اللي سلمت والخثوق ترى يا سلام الخثوق ترى الليلة تسحروا بخثوك يا سلام يا سلام بنحكي إن شاء الله علينا بالعافية. طبعا بنرجع حق الاتصالات معاكم المسابقة معانا ذكريات مساك الله بالخير. هلا مرحبا شلونك الغالية نورين الله يسلمك نوركم ونور اتصالاتكم الجميلة. ترفعين صوتك شوي ذكريات إن شاء الله. مبارك عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليكم الله يسلم. ذكريات من وين؟ هلا امي المحرك والنعم فيك وهل المحرك يا سلام حياك الله يقول لك يا حبيبي سوف احكي لك عن ليل المحرك الله اكبر يا سلام. ذكريات ام هلال بالخضر عيني مشكوره في ديت روحك يا على دربكم كلكم خضر اللهم امين, آمين. ويا على دربك خضر يا ذكريات وتوصلين لل500 قولي امين ان شاء الله امين يا ذكريات جاهزه ان شاء الله ان شاء الله ودش في الساريه تطلع لك يمكن ما تدرين ان شاء الله يا رب يا رب على خلينا نروح حق الديره نشوف وين ترسيك يمكن يلا يا ذكريات يا رب نشوف الديره وين بترسيك اعطينا شي دعوه حلوه يلا يا رب يا رب قولي يلا الساريه يلا الديره يلا 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 يا سلام خل تفتر شكلها لما تطول انا ابتدي اشيك افا ما اطلع ما اطلع وين ما اطلع خيب ظنك الشك هالمره ما اطلع وين ما اطلع ايه لا وين وين ما اطلع الشمس وين الشيخه شرق يا سلام عليك يعطيك العافيه على قولة نيلة مو بهذه سؤالك سؤالك بيكون في الريف البحريني خلينا الغالية ذكريات نشوف صورة مع بعض من عقبها بسألك السؤال يلا نشوف الصورة يا سلام يا سلام على هاللبس الحلو بتطلع لك الصورة الحين شوفي طبعا ذكريات الصورة اللي قاعد تشوفينها معروفة عن الريف ان عندنا في البحرين قبل موقعها جدا فريد الريف بين باقي المناطق في جداول الماي في الينابيع الخضرة الدائمة الغذاء اللي نقول الطازج وأيضا كان البنات عندهم هناك في لبسهم مختلف شوي عن بنات المدينة تمام ومن هالألبس الحلوة نفس اللي شفناها في الصورة تمام معاي ذكريات اي معاك حلو دم معاي سؤالي الحين يقول شنو اللبس اللي شفتيه في الصورة تحتاجين خيارات يلا خياراتك يا شيلة يا مشمر يا حجاب أتوقع واضح مشمر يا سلام عليك ثبت انثبت انثبت حق الخيارات مبروك عليك 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو تستاهلين يا الغالية ذكريات ذكريات صوتي راح ذكريات زاد فضل ذكريات إن شاء الله دربت خذر بعد في سؤال الثلاثمية إن شاء الله عيال خلينا نشوف الصورة وبعدين بسألك السؤال إن شاء الله هذه الصورة موجودة على الشاشة طبعا يمتازون أهل الريف الكرام خصوصا النساء إنهم يلبسون سراويل مزخرفة وهالزخرفة تشوفينها على الشاشة يعني أكيد هالنقوش يعني الجميلة الحلوة والكراكيش اللي كانوا يلبسونها شفتيها الصورة واضحة أي واضحة سؤالي لك سؤالي لك يا ذكريات أي شي يسمونها السروال العجيب تعرفين سؤاله تعرفين جوابه ولا أعطيك خيارات أعطيني الخيارات أنا عارفة إنها أصفر زين سمعيني يسمونه القيطان بكركوشة ولا بوردة قلت لك القيطان القيطان ثبت 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 يا زينة يا ذكريات ألف مبروك عليك 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو يلا نواصل ذكريات شكلك مرتاحة في الأجوبة بتكون سهلة عندك نروح إن شاء الله ها اتواصلين إيه السؤال عندي يلا نروح سمي ب
بس انت اخذي بولك حبيبتي سمعيني، اخذي بولك اللي مقدور عليه مقدور عليه، يعني اللي نقدر بنشكل لكم فيه وبنرويكم، وانتوا عليكم ان انتوا تنتبهون حق حركة ايدينا ملفوظنا منطوقنا. يا سلام ان شاء الله. ذكريات واضحة. ولا ما بقول لك واصلي جاهزة؟ جاهزة جاهزة. انزين تقول ام ريفية مرحبة بولدها اللي راجع من القوس، هلا بالحنة والرنة وبمن ركب لنخلى وغنى، هلا من دق لبزار في مناحيز الكبار، في مناحيز الكبار، وهلا من قاص شتية ترس الديين محور. يا سلام صح لسانك. 20 ثانية وما في خيارات. ما معنى مناحيز؟ يا مناحيز ما معنى مناحيز؟ شوفي حركة يدها يطلع صوت. وقبل كم من يوم سؤالي عنه يا الدنك الدقي ما عليها اللون دق، بس اسمه شنو تسمون المنحاز اللي هو يدقون فيه الثوم شاي، شو يسمونه اللي يدقون فيه تحكي ذكريات ذكريات اللي سلمت ذكريات 20 ثانية ذكريات يا حبيبتي ذكريات اللي يدقون فيه. خلص الوقت خلص الوقت للأسف يا ذكريات مسكينة والله العظيم إن أم هلال حاولت والله العظيم إنها توصل لك المعلومة. الهاون الكبير الخشبي يسمونه المناحيز أو المنحاز. أم هلال واللي سلمت على اللزع علينا، أنت حاولتي الغالية. أنا حاولت ذكريات بعد ما ببزعلانة عليك إن شاء الله. لا تزعلين روحك. عموما فازت هي بمية دينار من شركة بتلكو، وأيضا قسيمة جميلة بمجموعة عطور مقدمة من الحواج بمية دينار بعد، وإن شاء الله ذكريات مو زعلانة علينا إن شاء الله. مشاهدينا أكيد متواصلين معاكم في برنامج الساري، لكن بنروح فاصل بسيط وراجعين من بعده، لا تروحون بعيد. مشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. Oh, oh, oh.
رجعنا لكم مع مفاجآت وجوائز عديدة إن شاء الله من برنامج السارية. لكن قبل أن أخذ اتصال جديد سمحوا لي أرجع أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لبرنامجنا وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده وأيضا شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة هالأسبوع الثالث. طبعا ودي أذكركم مرة ثانية بطريقة المشاركة في مسابقتنا. كل اللي عليكم أنكم تدخلون للموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، سجلون فيه كل بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الشخصي ورقم الموبايل، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل عليكم أكيد إن شاء الله. نتصل عليكم عشان تتابعون البث المباشر لبرنامج السارية وأسماء الفائزين في هالمسابقة. تقدرون أن أنتم تدخلون على حساب الموروث الشعبي من خلال تطبيق الإنستغرام موروث بيئتش إن شاء الله. أما الحين شنو؟ نشوف مسابقة. نشوف المسابقة ونرجع مرة ثانية، والاتصال بيكون مع الورد أم هلال إن شاء الله. يلا بقى يومين طبعا على السيارة، ما بقى شيء اليوم عبذنا الله، بنشوف من الفائز بإذن الله. يلا أم هلال عندك الألو إن شاء الله. شفتوا العريس؟ لا أول شيء بنشوف مسابقة، نشوف التقرير؟ إيه؟ لا بس نشوف التقرير قبل، الله صح، نشوف التقرير ونشوف شنو سؤال مسابقة السيارة بنرجع نتواصل معاكم. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. شفته وهذه الفيديو هو سؤال مسابقتنا لهالاسبوع اللي يخص السيارة، كلها يومين باقي لكم انكم تشاركون. ما هي هذه او ما هي اسم هذه العين، ما هو اسم هذه العين؟ لازم تجاوبونا على هذا السؤال لما نتصل فيكم او يطلع اسمكم في السحب. كلها يومين، المتسابق اللي فاز معنا اخر اسبوع كان مشارك مره واحده بس، تخيلوا، ومسج واحد بس فاضل ممكن يخليكم تفوزون بالسياره. ما نسيت اسمان. اي والله واول واحد كان محمد. اي صح فاضل الثاني، وما شاء الله نفس ما ذكرتي بمسج واحد قدر يكسب السياره، فيمكن الحظوظ تكون معاكم جدا جميله وجيده. ولا تستغربون ان في ناس نفس ما اقول دائما لا انا ما عندي حظ، لكن انت ما تدري. إيه يمكن حظك فعلا يجيبك الى السياره والى المفتاح فعلا. مهلال سام المكالمة عندك الحين، بنرجع المسابقة معاك إن شاء الله. نقول ألو
هلا مساء الخير. هلا يا مساء الورد. هلا وسهلا. هلا مساء الورد والعنبر عليك حبيبتي منوره. حياك الله حبيبتي. مشتاقه اني سمعت صوتك. شكرا لك يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا. احبك لله يعني إيه؟ يعني راسنا انتين ويا المذيع محمد حسن محمد ويا المذيعاتنا المتألقة نايلة معالي يعني البهجة على يعني على قلوبنا بصراحة. الحمد لله. الوقت بالذات في هالوقت كله بالبيت جالسين وياكم. الحمد لله سعيدين بكل الكلام الطيب اللي قاعد تقولين في حقنا. شكرا أكيد. شكرا. حيدر معانا صح؟ تهنون كلكم ذوق. الله يخليك زود تسلمين. يوم حيدر معانا أم هلال. الاتصال الله يسلمك. الاتصال باسم حيدر بس المتصلة أم حيدر. اي نعم. حياك الله حبيبتي. الله إن شاء الله. من وين أم حيدر؟ من القضيبيه. اهلا وسهلا والنعم. حي الله القضيبيه. اي زين حبيبتي من القضيبيه. اي نعم حي الله القضيبيه. جاهزه؟ الله يحييكم يخليكم ان شاء الله. جاهزه ان شاء الله. انزين عيل نشوف الديره وين بترسي ان شاء الله. افترى يا الديره. يلا مهلال قولي لها تدعي يمكن ادعي ان الساريه تطلع لها. يعطيك الساريه ان شاء الله. يا رب يا رب يا محيدر يا رب. الله يرضى ان شاء الله يا رب علوي. ظهر لك مطلع. مطلع وين اتجاهها؟ المطلع الشرق. يا سلام. صح وانتي صح. الشرق. الشرق ايه. بس عاد سؤالك الحين بيي انزي. ايه. سؤالك يقول عددي لنا ثلاث اسماء مناطق في البحرين تبتدي بأم مثل أم الحصام. ثلاث مناطق إيه؟ قولي لنا تبتدي بأم. قولي قولي أوكي. قولي أم نعسان. أم نعسان صح. حلو. إنزين أم شعوم. أم شعوم صح. يا سلام عليك. أم شعوم. ها أم شعوم صح 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 قولي صح. شتريقين الصبح أم ايه شتريقين اللي في صفار حلو ترى. يا رب. بيض بيض بيض. ام البيض صح صح. ام البيض بس خلصنا. ام البيض والدينار مقدمه من شركه بتلكو. ثبتنا لك. لا تحاتين ام حيدر مجدود. يا حال انا يصير صدى الصوت. اي صدى الصوت قصر على صوت التلفزيون لان الوقت بيخسرك. يمكن ام حيدر ما نبي تخسرين. أم الله يدوم الضحكة يا ربي. يا رب الضحكة تكمل معاك إلى 500. قولي آمين يا رب. يا رب إن شاء الله. إنزين الحين السؤال بيكون عندي وإن شاء الله خير. هم سؤالنا بيكون في المناطق والأماكن. الله يسمع منكم إن شاء الله. أم حيدر راح تاجي تقولين لي نفس الشيء ثلاث أماكن يعني مناطق أو قرى تبدأ بكلمة بو. أعطيني لو بس ثلاثة. عندنا ما شاء الله إحنا وايد سهلين ترى. ها في محرك. في واحدة منهم في المحرك. خلي يبتدي معاك الوقت 30 ثانية. بقوة. يا سلام حلو. ايه واللي في محرك. واللي في محرك. بوما. بوما. ايه بوما. يا سلام. هاي الثانية الثالثة. شفتي مسلسل سعدون؟ في شخصية هناك اسمه زيدان. ايه حطي قبلها شنو؟ بو بو سلمان. بو زيدان. يا سلام. مبروك عليك. ثبتنا لك. ثبت. يا سلام عليك. 300 دينار. اي خلاص ثبتنا. طبعا في وايد اماكن. ام حيدر طبعا في وايد اماكن. في بو قوه، في بو شاهين، في بو عشيره، في بو زيدان نفس ما قلتي، بو يريور، وايد اماكن يعني. 300 احنا قلنا لك مبروك. بتواصلين؟ ام حيدر. نعم. قبل لا توصلين واللي سلمك قصري صوت التلفزيون عشان تسمعيننا من التلفون وتواصلين وتاخذين 500. واللي سلمت ان شاء الله قصر قصري. اذا قصرتي وبتواصلين بساعدك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بساعدك. شكله سهل السؤال. ها انا عارفه فبحاول ان انا اساعدك بس انت بعد ساعديني وجاوبي. لا اخاف ها بس
صراحة خوف ما أدري أكمل. اللي رأيك؟ عندك السؤال؟ أنا عارف الجواب. ليش أكتفي على 300؟ كيفك؟ اللي رايحك؟ أنا عارف الجواب. إذا بتوصلين بساعدك، إذا ما بتوصلين اللي رايحك. نومي على الجنب اللي رايحت. لأن سهل عندك السؤال صح؟ أنا بالنسبة لي سهل. يعني نايلة ممكن السؤال سألت حزة الحزة كل شيء صار صعب. أنت أنا لما تقدمون الأسئلة أجاوب. الحين اللي هي وقتي ما أقدر أجاوب. سمعيني يا أم حيدر، سمعيني واللي سألت. توكلي على الله، توكلي. توكلي على الله يا يمة. سهل أم حيدر. أنت قصري على صوت التلفزيون بس تشوفيني. قصرت. خلاص خلاص بتوصلين؟ تشوفيني انتي؟ ايه اشوفكم بس اخاف. واصلي انا اقول لك واصلي سهل. اوكي ان شاء الله انزين بساعدك، ان شاء الله بساعدك لان انا عارف الجواب. سؤالك انا ما اعرف. انتي ركزي وياي واللي سلمت يوم حيدر. خلاص بسألك اخر مره قبل لا اسال، بتوصلين بتنسحبين؟ لا بنسحب احسن. اللي رايحت خلاص هذه قرارك وفي يدك وتستاهلين 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو، وفوقهم أيضا مجموعة عطور بقيمة 150 دينار مقدمة من شركة الحواج. ألف مبروك يا أم حيدر. مبروك عليك أم حيدر. مبروك عليك. مشكور. الله يحفظك ويحفظك يا رب يحفظك حبيبتي. يعني يوم اللي احنا شوي عارفين الإجابات ما يبون يواصلون، يوم اللي يعني احنا نقدر، بس في بعض الأسئلة فعلا تكون صعبة علينا احنا حتى ان احنا نجاوب. قلنا يوم الساعة وحددنا وروينا. اي والله عمم فازت ب 300 نايلة بالإضافة الى 150 دينار مجموعة عطور من شركة الحواج. مبروك عليك ام حيدر. عندنا مين؟ جمال. الو مساء الخير جمال، شلونك؟ الو مساء الخير، كيف الحال؟ الله يسلمك بخير. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم على امه محمد كلها. اللهم امين. من وين جمال؟ من المحرق. أخوك من المحرق، والنعم فيك وأهل المحرق كلهم الغالي. الله يبارك. جاهزين جمال إن شاء الله؟ جاهزين. وين نروح؟ على الديرة عند أم هلال. على الديرة. يلا ها جاهز؟ جاهزين جاهزين. عيل ما دام إنك جاهز نشوف الديرة وين بترسيك. افترى يا الديرة بإذن الله. يلا نشوف الديرة وين بترسيك. يا رب السارية إن شاء الله خير. يلا السارية جمال. إن شاء الله السارية. يا سلام يا سلام تستاهل. طبعا احنا حماس بس جمال كلش. جمال ايه جمال شو السالفه يا اخوي، ونسنا معاك. ايه متاخره يا شوي. مبروك عليك الخمسيه من لجنه رياضات الموروث الشعبي. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وما قصرت والله. يخليك حبيب قلبي، مبروك عليك تستاهل كل خير. الله يبارك فيكم وما قصرت والله حبيبي، يعطيك ألف عافية. تستاهل يا جمال. اليوم كانت السارية من حظ جمال. متواصلين مع اتصالاتكم إن شاء الله، لكن بناخذ طلة على العريش نطمن على الغبقة وبنرجع لكم إن شاء الله. Thank you.
راس حيان في القرية التراثية وتحديدا في سوق المنامة، هالسوق الجميل اللي نرجع فيه ذكرياتنا معاكم انتو ومع المتصلين ومتسابقين اكيد والغالين ام هلال ونيلة. بنرجع حق المسابقة وبناخذ اتصال جديد معانا زينب. مساك الله بالخير زينب. مساك الله بالنور، شلونك؟ الله يسلمك عافيك. انتو شلونكم؟ طمنوني عليكم. والله الحمد لله بخير. وشلونكم مع المسابقة؟ والله انا صراحه في الشغل، ها الشغل يعطيك العافيه. اساس على القوه بعد هاي نداء الواجب، انت على الدوام، يعطيك العافيه. من وين انت زينب؟ محرق. من محرق والنعم فيك وهالمحرق كله. هالمحرق يا سلام. زينب جاهزه ان شاء الله؟ لحظه ام هلال ساعديني، هون من محرق. احنا خلينا نفر الديره وش ان شاء الله. زينب خلينا نفر الديره وش، باذن الله الكل بيساعدك ان شاء الله. يلا نفر الديره مع ام هلال. زينب حبيبتي انت جاهزة ومستعدة؟ ان شاء الله جاهزة. ها نشوف الديرة حبيبتي وين بترسيت. يلا نشوف الديرة. تفتر لك الديرة يا زينب. يا سلام ما صدق يا زينب. يا زينب انت في الشغل تشوفينا؟ محمد انا ما اشوف. انت عرفتي ان نفسي بالسارية 500 دينار من غير سؤال؟ من غير سؤال يا زينب. يا بعد جدي ما تقصرون حبيبتي، تستاهلين كل خير. تستاهلين كل خير. 500 دينار من لجنة رياضات الموروث الشعبي، مبروك عليك. ارتاحي وانت في الدوام. ارتاحي ما تقصرون. الله يخليك. شفتي شلون يا زينب؟ كنتي تنتظرين ام هلال تساعدك، لكن طلعت لك السارية وكانت من نصيبك اليوم. رزق من رب العالمين. رزق رب العالمين. على نياتكم ترزقون. اي والله رزق من رب العالمين. والله ما عندي لا تلفزيون ولا جوجل يمي ولا شيء. تستاهلين يا زينب ال 500 دينار المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي. ان شاء الله متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج الساريه، لكن طالعين فاصل بسيط وراجعين باذن الله، لا تروحون بعيد. للمشاركه في برنامج المسابقات الساريه الرجاء الدخول على موقع المسابقه www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
متواصلين معاكم في برنامج السارية، ويا السارية محلاك تزهين ان شاء الله يا رب كلكم من نصيبكم السارية. يا رب يا رب. متواصلين مع اتصالاتكم اكيد. معانا اليوم علي. الو مساء الخير يا علي. الو مساء الله بالخير يا هلا ومرحبا فيك. شلونك وشلون رمضان وياك؟ ارفع صوتك ما عليك امر شويه. الله يسلمك ويطول بعمرك. الحمد لله بخير والله. شلون شفت برنامجنا والاسئله والمعلومات اللي نقدمها لكم؟ برنامج الصراحه ممتاز يعني، ومفيد ايضا يعني للناس من ناحيه المعلومات. ما عليك زود. تسلم تسلم يا علي. يا علي ان شاء الله تكون جاهز حق المسابقه. اي نعم ان شاء الله. ان شاء الله عايل نروح حق الغاليه ام هلال ونشوف الديره. ها جاهز يمه؟ جاهز يمه. ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك. افترى يا الديره. يلا يا علي بنشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله على مكان زين والاسئله تكون حلوه. يا رب يا رب ان شاء الله. يلا الساريه بعد الساريه في الياه. علي وين الياه؟ الياه ايه شمال. شمال شمال شمال. رسلنا على الشمال بتكون اسئلتك ان شاء الله في السفن البحرينيه. بس قبلها خلنا نشوف الصورة مع بعض يا علي وبرجع أسألك السؤال إن شاء الله. نشوف الصورة اللي بتطلع لك على الشاشة إن شاء الله. إن شاء الله. طلعت لك الصورة على الشاشة؟ إي نعم. يا سلام. إنزين طبعا إحنا نعرف الغالي أن استفاد البحار البحريني من البيئة الزراعية وقام بصنع قارب من يريد النخل عشان يستعمله حق الأماكن الجريبة منه من الساحل مثل شنو؟ مباراة الحضور. أنا الحين سؤالي لك يا علي شنو اسم هذه القارب اللي شفت صورته على الشاشة؟ تحتاج خيارات؟ إيه نعم نحتاج الخيارات. خيار الأولي هل هو الهوري أو الشوعي أو الورجية أو اللي يقولون له الوريية؟ الورية. إيه خلي نثبت عليها دارك بعد ما يحتاج ثبت. شيء نثبت كلام. نعم ثبت. إجابتك صحيحة. فس معانا بمية دينار يا علي من شركة بتلكو. ما شاء الله معلوماتك حلوة علي. نعم نعم الله عليك. إن شاء الله مواصلين حق الثلاثمية ما فيها خسارة إن شاء الله. إن شاء الله عيل نشوف هالصورة على الشاشة وبعدها نسأل السؤال الثاني. هذه الصورة اللي تشوفها على الشاشة هذه من أشهر السفن البحرينية على الإطلاق، يسمونها سفينة السنبوق. لكن السنبوق دخل عليه القلاف البحريني تعديلات في التفصيل عشان يتوالم مع تركيب المحركات البحرية اللي بدأت بالانتشار. بعدها غيروا اسم سفينة السنبوق إلى اسم آخر. حلو الكلام؟ حلو. انزين احنا الحين نبي نعرف الاسم الجديد حق هالسفينه عقب ما غيروها اللي صار فيها المحرك. شو يسمونها؟ قبل كان اسمها السنبوق، الحين شو اسمها؟ بيعرفها شكله بنوش. تعرفها ولا اعطيك خيارات؟ من الصوره يعني البانوش. بانوش. يا سلام. خلينا نشوف الخيارات نشوف منهم البانوش ولا لا. في الصمعه وفي البانوش وفي البوم. شو ثبت؟ البانوش. يا ريال نخذك قلت لك من قبل لا تحلنا خيارات. ما شاء الله عليك تستاهل 300 دينار. فعلا هذا اسم البانوش. وعشان نعرف المعلومة أكثر نشوف هالتقرير مع الأستاذ محمد جمال عن البانوش وراجعين معاك يا علي إن شاء الله. مفردة بانوش تعني سفينة المعروفة ذي الحين بانوش. الواقع أنا راجعت كل من كتب عن سفن البحرين وسفن الكويت لم أجد مفردة بانوش من السفن اللي كانوا يروحون في الغوص. إنما يعني هناك استنتاج البانوش ما هو إلا السنبوق. السنبوق يمتاز بالمقدمة منحنية مثل السيف والبانوش سيدة. ليش سيدة؟ عقب مايات المحركات البحرين وبالتحديد في 1924 مثل ما قال لي المرحوم يوسف المؤيد ماركة بيتر وأول زبون شراها كان يبر مسلم وركب على سنبوقة مكينة
علشان يركب الماكينة لازم القلاف البحريني يسوي نوع من القرضة يسمونها كروة عشان محل البروانة. فصار شيء جديد عندهم، لا هو سنبوق ولا شيء. فوين أطلقوا عليه بانوش ما أدري، فصار هذا البانوش اللي يصير بمحركات، وبدأ ما يسوون ساطورته مقدمة مثل السيف يتعب فيه القلاف يومين، سواها سيدة لأن المحرك بيحرك يا سيدة ولا من حنية. فصارت هذه التسمية منتشرة في البحرين وايد بسبب المحركات. معلومات طبعا قريبة من الأستاذ المعد معد البرنامج محمد جمال، دائما نستفيد من كل شخص يقدم لنا معلومة في السارية أكيد وفي برنامجنا الجميل، يعطيهم العافية أكيد. علي سؤالك الحين طبعا نعم. تعرف عن مين؟ اي نعم عند أم هلال، وشني بس سؤال سهل ترى، فأنا نصحك أن أنت تواصل بإذن الله. ياخذ بالك بس أنت تحط بالك نواصل نواصل. يا سلام عليك يا علي، يلا عند أم هلال خير إن شاء الله. علي نعم سامي ركز معاي وحق كل كلمة أنا بقولها الجواب منها. إنزل. إن شاء الله. هناك نوع من السفن الصغيرة تستخدم للنزول من السفينة الكبيرة إلى الساحل وبالعكس، هي مصنوعة من جذع الشيارة، من جذع الشيارة الضخمة. أوكي. تحفر حتى تتكون شكلها يتكون. السؤال شو اسم هالسفينة؟ 20 ثانية بقول لك هي يا بلم. شو اسم السفينة؟ من الأغنية بلم. أحسنت ثبت. يا سلام بلم. يا سلام عليك. سلام 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وفوقها مجموعة عطورات من الحواج 200 دينار. تستاهل يا علي. مبروك عليك يا علي، تستاهل. قلنا عنك نأخذه وفعلا نأخذه، تستاهل كل خير. يا سلام يعطيك ألف عافية. طبعا الحمد لله اتصالاتنا كانت حلوة ومسابقتنا كانت حلوة، نحتاج آخر طلة على العريش ها وراجعين، ولا ما في طلة خلاص؟ يعني بنخلص؟ بنخلص، احنا لازم نروح. لا خلاص احنا المفروض احنا نروح العريس صح؟ احنا الحين وقتنا. بس عيال شنو بس ذكريني باللي كان عندنا هناك اليوم؟ اليوم؟ واحد مكبوس بحوري على ربيب. اثنين خثاق ناشف بالصبارة. وثلاثة الحلوى نحلي بها. يا سلام الخثاق والحلوى بنحلي فيها وطباخ الداعوس. يا سلام عليك. سلام ومكبوس الربيب. يا سلام لا اليوم احنا عباره بنغوص في الاكل. شوف شلون مسدح الربيب. يا سلام لمينا لم. انا بس اسجل كلماتك عشان انا بعد انا اوصف الاكل اوصل ناس طريقتك. ليلى بعد قلتي عن الليمون الاسود مساعه. الليمون مزهر، هذا اللي نصريت على الهمزه. يا سلام ويريت البلح. يا سلام قلقمت الهمزه ودزيت علينا بلف عافيه. طبعا الحمد لله شفنا وطمنا على العريش وطباخ اليوم من الداعوس. اكيد بنروح حق العريش عقب شوي. حلقه اليوم كانت خفيفه حلوه، ضحكنا فيها طبعا أكيد. مع المشتركين. بس في شغله واحده لازم اقول لكم. تذكرين امس كم مشاركه كنا واصلين؟ 20 مليون تقريبا. هذه امس كان 20 مليون. تعرفون اليوم كم وصلنا؟ كم وصلنا ما شاء الله تبارك الله فوق 23 مليون مشاركة في السارية. طبعا هذا الشيء نشكر فيه الناس اللي تابعونا واللي فعلا قاعد يعطونا كل الدعم وكل الحب لبرنامج السارية عشان نستمر معهم إن شاء الله لما نوصل إلى بر الأمان في ثالث العيد. فأنا أشكر الناس أكيد، وأشكر أم هلال ونيلة على هالجهود الحلوة. خلي قاعدون. لا قاعدين ليليا. خلي قاعدون بإذن الله. ترى في اتصالات ما ردوا عليه. لا ما عليش يردون يحطون بالهم. طبعا بكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية برنامج المسابقات الشعبي الساري. نلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت من كم لكم؟ 10:30. يا سلام بإذن الله تعالى انتظرونا يا رب. لقانا معاكم باكر أكيد مع أسئلة مختلفة وفالكم الفوز يا رب. في أمان الله. مع السلامة.